خرج من رئاسة الجمهورية بيان وموقف مباشر من رئيس الجمهورية بيعبر فيه أو بيقدم فيه خالص تعزيل لأسر الضحايا في الحادث. الكلام ده حصل تحديدا في بداية المؤتمر الصحفي اللي كان مخطط أنه يتم مع رئيس ألبانيا اللي بيزور القاهرة حاليا. رئيس الجمهورية بدأ المؤتمر الصحفي بتقديم العزاء وما ارتبط بالتحقيق الكامل أو محاسبة المتسببين. سيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم بمحطة مصر، وأتمنى الشفاء العاجل لأهلنا من المصابين. لقد أصدرت توجيهاتي إلى الحكومة للانتقال الفوري لموقع الحادث لمتابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه بعد طبعا نتائج التحقيقات التي هنقف على أسباب هذا الحادث بدقة طبعا، وطبعا متابعة حالة المصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.